ما عندنا افلام ما عندنا حتى انا عندي موهبه في التمثيل علاش انا ما تعطونيش فرصه نمثل في رمضان وفي خبارك انا واحد الإنسان واعيه بزاف ديك النهار قلت لهم نوضوا انتخبوا عليا باش نولي وزيره كلشي بقى كيسبني كلشي تيقول لي غتمشي للحبس انا نهار تعري درت بوم شديت خمسة المليون لي في فلوس خاصني نطلع فيه انايا يا سولوا شنو هو التوندونس توندونس هو كيخرج شي واحد يكذب عليكم كتطلعو تيولي تخلص مزيان دارا لما داراش مع فن الفنانه فيهم العياقه والبروتوكول الفنانه فيهم العياقه والمخرجين فيهم العياقه رجعت تنكره بنادم تكون غدا في وقرا من شي تجي واحد كيف اللي بنادم وضل حرام كيف اللي بعلها انا في دولة مش المغرب السلام عليكم معكم هيا مستار آه كما كتشوفوا آه اليوم آه جيت باش نهضر عند آه صحافه ديال اشواق آه بغيت نقول لكم باللي كنوجد لكم واحد الاغنيه مفرقعه واعره احسن اغنيه في العالم عمركم ما غتسمعوها لا عند سعد المقرد لا عند براد بيت هذه الاغنيه خطيره جدا مع التيغر امين كما كتشوفوا اغنيه ديالي واعره انا بغيت نهضر على هاد المشاكل اللي واقع لينا غبرت حيت سافرت مشيت دوزت شهر العسل مع بات بنتي في افران وما نكذبش عليكم احسن مدينه تحيه الناس ديال افران رحبوا بينا وتعاملوا معنا وكل شيء و... وانا هاد الايام طالع علي الزمر ديال بصح باغا نسافر تيبان غادي نخوي المغرب انا حيت ما نكذبش عليكم ما كاينش معامن تصور بنادم تيتفق مع بعضياتو كيطلع في الطوندونس انا حيت ما كان نكدب نكذب ما طالعش للطوندونس تصور كندير الاغاني درت لهم الطياب ما خليت ما درت ليهم الحقره حتى حاجه ما كتعجبهم وبنادم تيخرج واحد قال لهم انا فيها السرطان مريض دار بوم شهر واحد خرج قال لهم انا باغي نتزوج دار بوم انا ما عرفتش علاش علاش حيت انا ما كنعرفش نكذب ولا ما عرفتش واصلا وعندي مشكل واحد اخر ديال الكرا الكرا غالي كلشي كلشي غالي داك النهار مشيت تقدى تقديت شي حاجه بسيطه جيت قلت لي شحال عندي قال لي 3000 درهم بقيت غير كنشوف فيه واش باش ناكل انا 3000 درهم 4000 درهم نجيبها غنجيبها حد هادشي بزاف انا تيبان لي نخوي كاين واحد المشكل نايض في المغرب كنعيشو الحرب مع بعضياتنا كنعيشو الحرب اه الحسد المعيور كلشي تابعني كلشي كيعايرني انا ما تفهمتش معاهم نهار الاول انا كنت باغا نكون راقصه قالوا لي هويا بلا ما تولي راقصه ممساعد ولي يوتيوبرز اليوتيوب ما مساعدنيش ما مدرس دار مدرسة حاجه تابعيني في لقمه العيش هادشي بزاف كنمشي انا ندير بحالهم باغا نمشي انا نفخفم وين قطعني في أه نخرج نقول لهم نقلب على شي, شي واحد نقول لهم باغا نتزوج اصلا ما نقدرش لان انا كنبغي بابا بنتي وباغا نرجع له انا ما نقدرش ندير هادشي انا حاجه وحده اللي باغا نديرها هي انني نهز حوايجي ونمشي بحالي ومن بعد نصيفط لبات بنتي وبنتي يجي عندي حيت انا ما نقدرش نصبر لهاد الحاله هادي ما نكذبش عليكم بغا نمشي للامارات انا الامارات كتعجبني باغا نمشي نبقى نفلوكي تما نخدم تما في الامارات ما كاينش اللي غيحسدك ما كاينش اللي اش كديري الا درتي محتوى غادي طلعوني لي هادو خاصك تكذب عليهم باش يطلعوك كل شي كاع دوك اللي في السوشيال ميديا كيكذبوا وغير واحد السيد راكم عارفينه طالوني وخرج قال لكم فيه السرطان راه طلع دار البوز ولا غدلي مشى لبس ويبقى كيشطح وحدين عاوتاني قالوا إحنا حنا نجو نتزوجوا وانا انا ما كنعرفش انا النهار الاول قلت لهم انا مت ودرت فيديو في المقبره وصورت بنتي وبنتي بقات كتضحك كل شي دخل عندي قالوا لي فيلم علاش انا حيث ما كنعرفش نكذب ما طالعش في طوندونس جوج حوايج ما عرفتش نتعرى عليهم ما عرفتش شنو بغاو ورا كل شي تيكدب هي درتي محتوى زوين ما يطلعوش مثلا انا كندير الطياب واخا ما كنعرفش نطيب نهار الاول قالوا لي هويا فرق سنا هرسينا غا بيضه غادي نطلعوك باش نعاونوك نهار الاول وعدوني بهذا الشيء كنمشي نطيب لهم كندير مجهود وخا انا عمري طيبت انا كناكل غا في الريستورانت وكندير مجهود باش نطيب في الاخر والو ملي كنخرج نغوت ونسب كيطلع اللايف وتنتخلص مزيان ملي كندير محتوى زوين ما كنتخلصش كلشي يقول لي كذبي كما الاخرين واحد انا راه اليوم ناعس عيط ليا واحد ما كنعرفوش قال لي هويام قال لي فراسك ندى الحسي طالعه في طوندونس وتي تبعالي يا فلان قلت لي انا شنو غندير قال لي راه قلبي على شي كذبه انت ما كتعرفيش تكذبي قلت لي شنو غندير دابا انا ما لقيتش ما ما فيه الحل يسهل على كل واحد غير انا ما تنساونيش راه انايا عندي جوج وليدات وعندي مشاكل واصلا انا ما عنديش مع السعايا ما كنبغيش نسعى انا باغا نخدم ولكن الخدمه اللي كنخدم خصني تخلص عليها وبغيت نكلاشي واحد الاذاعه مغربيه واللي بغيتو ديروه ديروه فيا هذيك علاش <applause> كتبقاو تجيبوا ما عندنا افلام ما عندنا حتى انا عندي موهبه في التمثيل علاش انا ما تعطونيش فرصه نمثل في رمضان انا بزاف الناس كيدخلوا عندي تيموتوا بالضحك وكيقولوا لي هيام يا انت ممثله واعره غتجي ممثله واعره وعلاش انا ماشي انا انا بنت سلعين باقا صغيره في أه كنعرف نمثل كنعرف ندير كل شيء سواء في العالم كل شيء كيعرفني علاش انا ما تدخلونيش نمثل تما كاين لا كاستينغ لا اصلا انا مشهوره لا بغاوني راه يعيطوا لي كاع الفنانه كيعرفوني يعيط لي غير ويقول لي اجي تمثلي السم والحسد والجوع كي لشي واحد اللي عنده فلوس ومشهور كيدوزو في اذاعات كبار اللي مقوده عليه وخايكون يكون عنده محتوى مكيدوزوش وخايكون واخا يكون عنده خبره في التمثيل ما فرصه فرصه مكيناش كايناش معاكم انا والله تندير لكم بوم في العالم انا خاصكم ديروا معايا حل في البلاد يا ممثله يا وزيره يا حاجة أنا خاصني منصب وفي خبارك أنا واحد الإنسانة واعية بزاف ديك النار قلت لهم نوضو عليا باش نولي وزيرة كلشي بقى كيسبني كلشي تيقول لي غتمشي للحبس ش... قول لي حنايا التلفازة المغربية شنو عندنا فيها سامحيني بعد ذاك الفيلم ديال تركي ثلاث سنين هو كيبينوه كي في... كيجيبوا أفلام تركية من دول وحدين أخرين ويترجموهم بال... بالعربية علاش 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 حنا في بلادنا ما عندناش فنانة علاش انا ما انا ما عنديش موهبه انا ما يجيش معايا افلام ديال الحب افلام ديال القتيله ديال الاكشن انا ما يجوش معايا افلام علاش انا ما يعيطوش ليا علاش كيجيبوا كيشهروا في الدول الاخرين كيجيبوا فيلم ديال تركيا ويترجموه بالعربيه علاش انا ما نكونش كنمثل في دوزام في العشيه كاع العيالات ديال المغربيات كيدخلوا يتفرجوا في تركيا علاش ما يتفرجوش في المغرب علاش ما نحاولوش نكونوا حنا بحال مصر بحال الهنود نكونوا مشهورين بالافلام المغاربه ما مشهورينش بالافلام باش مشهورين حنايا لا خويا شوف انا باغا انا باغا مخرج باغا مخرج كبير يعيط ليا وغنعطي في التلفزه المغربيه حيت انا اصلا حاقد على ديك الرباط عمري في حياتي متفرج في في ما تفرجت فيهم مره وحده انا تنطالب ثم كنطالب في هاد رمضان الا ما مثلش باش عارفه آه بغيت الناس انا ش... نص في لي فان ديالي كيقولوا كي لي يا ما كرهناكش تباني في دوزام حنا كنموتوا عليك كنقول لهم دوزام سيروا دخلوا تفرجوا في فيلم تركي اما لما جابوا لينا فهاد دل... فهاد دل... دل... رمضان جابولنا لنا شي شي كاميرا خفيه حامضه الحموضه الحموضه ما نكذبش عليكم انا كندوز رمضان أه... أه... بالبساطه انا اول حاجه كندير الحريره برد ديال اتاي شي مسمن عامره صافي انا ما فياش داكشي نعمر الطبله نبدا نصور العيق على الناس نو no. انا ما فياش داكشي واصلا ما بقاوش يديروا هادشي ديال العياقه شي وحده تعمر الطبله ديالها قد تصور اختي راه كاين بنادم اللي مقوده عليهم منهم دارنا ما تبقاش تعمر الطبله تفرقعوا تبقاو تصورت انا دايره الحريره انا معمره داكشي داك الخير اللي عطاك الله كوليه وسدي فمك ميشوفك حتى واحد صافي ما معاهمش ما كاينش معامن من غتجلس مع الحسد دوله كتحارب مع بعضياتها معامن من مع دوله كتحارب ما بعديت السم كيجي برا اللي كيهزو فوق العماريه ود البلاد كيتعداو عليه انا ما نقدرش نعيش مع هاد الناس انا نعيش مع هاد الناس يا اما نتصدى يا اما نقتل راسي هاد الناس ما نقدرش نعيش مع ديال انا بلاد مريض ما دو خاص ديال امي تعالج واش انا ما نكذبش عليكم واحد الحاله وصلت لي أنا من جات الكره ابن ادم تكون غدا الزنقة وقرا من شفت تجي واحد كيف اللي ابن ادم ود كيف اللي انا يمشي دوله مش المغرب الحقره الحقره انا قسما بالله عام وانا في اليوتيوب الدار ما لولادي مولات الدار كانت تخرجني في رمضان قالوا لي انا يطلبوها الناس باش تخليني ندوز رمضان انا حاقده حاقده على على هاد البلاد حاقده على الناس اللي كيعيشوا فيها عاش الملك ديالنا الملك ديالنا راه لي صابر عليكم انتم راه بزاف راه بزاف على هذا الحسد وبزاف على الظلم ما خليت ما درت باش ما نمشيش للحرام كدفعوني ليه وحده قالت لي وحده سباتني عيرتني قالت لي شوفي خرجي ديري الحرام وما نشوفكش وقلت لها علاش ما تعاونونيش في اليوتيوب وتطلعوني افلامي ما كيطلعوش للطوندونس كيبقاو تبقاو تابعيني في قناتي ما تخلونيش نطلع تيهبطوني تهبطوني ما كيخليوش هو انا دابا قسما بالله هاد الايام باغا نرجع لبوت بنتي وباغا نكون انسانه محترمه ما خلاونيش ما خلاونيش كندخل لقناتي كنلقاها كتهبط انا نهار تعريت درت بوم شديت خمسة دالمليون المليون دابا قناتي كتهبط ديروا اللايك مليون ندخل دخلوا عندي ديروا اللايك بارطاجيو شوهو ديال امي راه باغا تشوه انايا وشوهوني عباد الله بغيت نرجع لبوت بنتي حيت كنبغي بزاف وبيناتنا ديك البنيه وبغيت نجمع الشمل ديالي ولكن انا الشيء راه ما يخلينيش نجمع الشمل راه خاصكم في الطوندوس شي طوندوس اللي فيه الفلوس خاصني نطلع فيه انايا سيروا سولوا شنو هو الطوندوس طوندوس هو كيخرج شي واحد يكذب عليكم كطلعوه تولي تخلص مزيان انا حيت ما كنعرفش نكذب قناتي كتهبط وبنادم ما كيدخلش عندي ما بغيتش نحيد سروالي حيت باغا نرجع لبيت بنتي شي كل ما كنتش كنبغي والله تنحيد حوايج راه تنتعرى على منكم والله تندير لكم سربتي في درت اغاني درت طياب جففت ما خليت ما درت لهم حتى حاجه ما عجبهم ديك النهار قريت لهم القران قالك شدك القران ديك النهار طيبت لهم اكله قالك ويلي على الطياب كي داير ديك النهار بغيت ندير لهم نصائح قالوا لي نبقى قال ندير لامك نصائح سير نصحي راسك اللي تندير ما عجبهمش لا هاد الأغنية اللي غنوجدها جدا ولا ما طلعتش التوندوس ما نعرف الله اعلم غندير واحد أغنية نحطها في قناتي ولا ما طلعتش غتسناو نو الاخر ديالي حيت انا مريضه وكنشرب الدواء وما عاقلاش على بنادم انا راه دايره عقلي على قبل وليداتي باش تعرفوا ديرا... دايره لما داراش مع الفن الفنانه فيهم العياقه والبروتوكول الفنانه فيهم العياقه والمخرجين فيهم العياقه انا واحد الدري ولد الشعب بحالي بحالو بغى يخلص استوديو قلت ليه زيد اخويا ندخل معاك غندير انا وياه اغنيه وقال لي قلت لي حطها عندي قال لي غنحطها عندك وملي غيحطها راه غتشوفوها امين تيجر تيجر معروف تا هو كينظم حفلات ودكشي رساله الجمهور مش ديالي الجمهور ديال العالم العربي كنعطيك كنحذركم كنحذركم راه تقليدي وتقليد ولادي على ظهركم اليوم الدين وده رمضان كنحذركم ندير لكم طياب ولا شي حاجه وما تطلعونيش في الطوندوز حق من بعث محمد الا من خل... في العالم دروي وما غنشوهكمش في المغرب حتى طيب نخرج المغرب حيت نتوما ما باغيش تعاونوا معايا وحكاره تدخلوا تسبوني وتتعايروني وما باغيش تطلعوني انا نوريكم نتوما انا تنحشم على وليد عندي جوج وليدات ما بغيتش ولدي ولدي راه تيقرا دابا عنده 8 سنين ما بغيتوش قدام صحابه يحشم باللي عنده ام بحالي بغيت ولدي انا يشوفني محترمه ولكن نتوما ما الاحترام نتوما بنادم اللي يخرج يسب او يخرج يقول لكم انا تزوجت بيدي او يخرج يتعرى كتبقاو تدعموه وانا ندير لكم طياب تعيروني ما خليت ما درت وليت فقيه عيروني وليت طباخه عيروني درت لهم اللي درت انا نهار الاول كنت راقيصه فاش درت البوز قالوا لي هرسي لنا بيضا ندعموك على وجه ولادك باش تديري الدار باش ما تبقايش في الزناقي انت ولادك تجمعوا فاش درت قناه انا فضلت الحلال على الحرام فضلت نكون يوتيوبرز على راقيصه في ما طلعتش في الاخر تعيطوا لي الناس يقولوا لي هويام علاش انت ما كتطلعش في التوندونس وكل شيء طالع للطوندونس قلت لي انا خويا ما نكذب شويه ولكن الطوندونس عاد شنو الطوندونس هو الفلوس والشهره الطوندونس فيه الشهره تنطالب من المسؤولين بركة من الاسعار كتغليو راه كاين بنادم اللي مقود عليهم منهم انا انا راه رجعت تنكر رمضان كلشي تقدالو الا انا انا ما بغيتش نتقدى انا وليت باغا نطلب باغا نقول للناس صيفطوا لي سلو صيفطوا لي حيت انا من شغالي ما كذبش عليك داكشي غالي عليا ما نقدرش نديرو وما تقديتش داكشي ديال رمضان تقديت غير داكشي باش ناكلو ماشي حتى ديال رمضان جاني بزاف الا مشينا نحط 3000 درهم 2000 درهم في بزاف عليا حنايا بغينا بغينا نعيشو عيشه رخيصه كما شحال هذه اما دابا كتزيدو في الاسعار ما مقود علينا سحابه كنا في الشركه راه هزني غير اليوتيوب نهار يمشي اليوتيوب غنخرج للزرقه انا وولادي نتكاو فيها المهم هذا المنبر تنطالب من المغاربة كلكم مبروك رمضان على المغاربة كلكم ومبروك عليا رمضان وخا انا ما كنفرح لا في رمضان لا في العيد لا في الصغير حيت انا كل مشاكل وكنشرب الضو وما براسي المهم مبروك رمضان وما تنسوش تدخلوا عندي انا بغيتكم تشوهوني شوها ايديسيون اي فيديو لوحو شب عيروني سبوني كلشي بغيت كلشي يهضر فيا سبوني وعيروني وطلعوني صافي انا غا عيروني والله ما نقول لكم علاش عيرتوني اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله